ايه اكتر موقف يعني كان كوميدي صادم حصل معاك مع اولادك، يعني انت اتصدمت فيه وكان كوميدي في نفس الوقت، وكان رد فعلك ايه؟ ده كان يوم اقول لك، كان ادهم، كان ادهم ابني الكبير كان رايح يعمل اختبار في نادي، وكانت مرام عندها امتحان في الكليه، وكان فارس عنده درس في البيت، وكان المدرس عامل لهم امتحان يشوف البيت كله بيمتحن. وكنت انا قبلها لسه ماشي من المنتخب بعد الكابتن حسام بدري، كنت شغال معاه مدير المنتخب، فكنت لسه ماشي قبلها كده يعني فتره دهيته، كنت لسه بقى مكتئب يعني وكده، وان انا بقى يعني جهاز مشي والكلام ده. فمرام جت من اللي جت معيطه من بره، وفارس جايب مش عارف امتحان اللي المدرس عمله له في البيت ده، وجاب فيه 2 من 8 ولا حاجه كده، وادهم راح عمل الاختبار قالوا له ثانك يو جود لك. كان يوم مش عادي. فالثلاثه كانوا قاعدين قدامي على الكنبه كده وكله قاعد متنح، فانا لما بصيت لهم كده قلت له يعني البي جايب 2 من 8 والبي قالوا له ثانك يو جود لك، يعني ورينا عرض كتافك، والاستاذه رجع بتعيط من الامتحان، وانا لسه مطرود من المنتخب، ده احنا عيله، ده احنا لو عايزين نفشل مش هنعرف نفشل كده. مش هتصادف كده. فانا اليوم ده بصراحه كان يوم للتاريخ. وكان حلو يعني برضو اخدتها بطريقه كوميديه، رغم هو عادي يعني واتبسطنا وبتاع وروحنا وبعتنا جبنا اكل من بره.